هو السؤال حقيقي بجد، ويمكن ده قاله الرئيس في كلمته النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشارع العربي بيسأل ايه الحائل دون وجود عمل عربي مشترك؟ ايه اللي بيعطل اجراءات العمل العربي والتعاون العربي المشترك؟ ليه بنهدر طاقتنا او ثرواتنا وامكاناتنا الهائلة وتذهب في غير موضعها؟ ده سؤال بيطرحه الشارع العربي، قالوا بمنتهى الوضوح والجلاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أم العرب. قبل أي حاجة خلونا نسمع جزء من كلمات أو من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع ندردش فيها سوا. الأشقاء الأعزاء، إن تسوية الأزمات العربية والتعاطي مع التحديات الدولية ينطلق أساساً من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا، وتفعيلاً لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا في مسائل الأمن الجماعي، وذلك بالتوازي مع جهودنا في التكامل على المسارات الأخرى. ولننظر حولنا، لقد سبقتنا تكتلات أخرى نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقي بل وحروب فيما بينهم، فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات في الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات نظرنا. ختاما أتوجه برسالة إلى شعوبنا فأقول: ثقوا في أمتنا العربية، فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري وممتد، وما زالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم. وثقوا في أن مصر ستضع دوماً نصب عيونها تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته، وستظل دائماً حاضرة دعماً لكم، وستبقي على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة.